فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟ ولهذا جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا المقطع يبين الشيخ رحمه الله أن من مفاسد التشبه بغير المسلمين أن هذا يسبب اندراس دين الإسلام واستقدام دين غيره، لأننا إذا تشبهنا بهم في عباداتهم وفي دينهم فإن هذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير، وكلما كثر التشبه صار ذلك نقصا في ديننا بحسبه. هذه ناحية. الناحية الثانية أن التشبه بهم في حد ذاته منهي عنه، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. فأيضا التشبه بهم ممنوع مطلقا، لأنه إما أنه ينقص ديننا ونستجلب به دينا غير ديننا، وإما أننا نعظمهم ونحبهم، لأن تشبه بهم في الظاهر كما سبق يدل على محبتهم في الباطن، وهذا نظير البدع. البدع وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، فإن البدع تحل محل السنة، فبذلك تكون البدع هي الدين وتكون السنن مهجورة، كما جاء في الأثر: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع عنه من الدين مثلها. إذ السنة والبدعة لا يجتمعان في شيء واحد، وهذا من مضار البدع أنها تحل محل السنن. وقد جاء في الأثر أنه في آخر الزمان تكثر البدع حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة، إذا غيرت البدع قيل غيرت السنة، لأن الناس يتخذونها دينا وسنة، فإذا غيرت استنكروا هذا. مع طول الزمان والممارسة للبدع تصير هي الدين، والدين يختفي، الدين الصحيح يختفي. ولذلك إذا طولب بالدين الصحيح قالوا هذا غير السنة، لأنهم ألفوا البدعة وتركوا السنة، فصارت السنة منكرة والبدعة معروفة عندهم.